كله ثلاثة على صحن. أكل نامق. سيد نامق. سيد نامق. قبطان قبطان نامق. لا لا كل مندوب اللي يقول إني قادم إليكم بزراعة جريندايزر. والموسى والعلاق. صبر يا حبيبي. هذا صوت المحل. والله والله. وليد لا لا وليد أبو ناصر. وليد أبو ناصر. تعال يا وليد وليد. عامر عامر. في صوت طنزمك من الحكي. كل أبوه الحكي. أبو ناصر من اللي طنزمك. كل أبوه الحكي. ما نبي من محمد ناصر محمد يا وليد وليد يا رجل هم باقي يدري بيك هو يا ابن الحلال وين الخبز وين الخبز بس هنا هنا فلا هنا هنا تعال تعال عطر عطر الخبز بس فيصل تعال انا انت فلاح كل ثلاثة على الصحن يا رب يا رب فيصل مو بتقاطع اصوات هذا الدوام كل ثلاثة على الصحن وخلاص عطر خبز عبود اوه خبز عبود امشي يا ابو ناصر الكدير الكدير كل ثلاثة على الصحن خلاص كل ثلاثة على صحن هذا صابونة اي حركات اللي نظرة ذي ما يلا يحب العشره ترى نفسي في الصحن طيب ما يحب العشره والله انا اتحداك تصبح الصبح على الصحن اتحداك تصبح الصبح انا اتحداك انك تعودنا على المستشفى صح؟ ما يسمع العلم مني اسمع اسمع مني اسمع انا اقول خليني اقعد معك نصيحه لك طيب اصبر خاف خلاص خلاص والله انت تجي تعال يا احمد تعال وين بنصك بقعد تعال 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 اسامه دحم الرياجيل وكل معه رياجيل اسامه والله انت قو اخ تركت الصح ايش بلاحق ايش بلاحق ادري انه ابني يا معتاد استفتى تعال يا اسامه كيف تعال يا احمد صح ولا تعال ايه هذا هذا مليان صرت كريم ما ادري ما تلعب فينا كفو لكن زاد كرمك اليومين يجيب المطبخ يسوي كذي يلا اسطاط على يلا يا معناته يعني ما ادري ما ادري زاد الكرم يوم ابو فالح جنبك يا رجال التتبيله طعيم لا يا الله انت الطعيم يوم عرفته الرجال ذا في لي وقت رجال الحمد لله الحمد لله اي والله الحمد لله والله كم عوض ذبح الظهر ولو تطرحون ابشر بسعدك ابو منير عقب الفقره ابشر قدير ثاني قدير ثاني قلنا في الطول هذا اللي ويرنا قبل منا قبل منا قبل من ايه حاجه ايه لازم الليل الليل الشتاء يقولون الشيبان ليل الشتاء طويل عشى فيه الرجال مرتين ثلاث نعم ايش تبغى كلين يا مبسه ايش تبغى عشوي بني يا سمد بني شارك سبع ضحكه نقول ايوه ابي عارف الموضوع هيا ناهي وين شو وليد؟ ابو سيف ابو سيف تعال تعال ابو سيف ذا جديد هذا هذا ولد تعال يا سيف هذا هذا ولد من عندكم سيوف سيوف عليك رقبه تعال عبد بن ناصر كلكم 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 شطوها انت ابشر والله بسعدك تعال تعال شو تسوي؟ عطني طحن عطني طحن عطني طحن خلاص حتى انا والله اني قمت بشرب ناصر عدل اجلس اجلس محمد بن ناصر اجلس اجلس اقرب جاي قول لي يضل 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 يحطون لك الشيف بدال بعدين محمد بن ناصر جايبين 100 عايله تعالوا الربع والله ابو خشر ما مثل يا قطري قطري محمد الموضوع والله الصوص انا اقول الموضوع اعلنها احلى مدعمه روح ماك داعي اقصد ما بدك يوم ما يتعشى ترى جايبين عشاء انا وابو طلال لا صور جسمه اللي بيتعشى ترى العشاء داخل يوم اشوف هذا هذا عشاء كيف بالحكي وانت يعني والله ما بكيك يا ابو طلال ابد ابد بعد ابو هلوي يجيب حال محدنا لا طلع خصوصا محمد الاهلي اسبوعي عفوف بعد لازم المشرب شيء ما تبكل برا بيجي يعني بس اقعد ابو طلال شوف اطلب عين اللي يجيك اليسار اقعد اقعد حرم على اليهود وزوايده تبون عيال محمد ناصر سالتك يا بعدي بس سؤال محمد بن ناصر يقول ماذا القليل الطعم ولا كثير بس معي محمد قطري عاد ابياتي قدر محمد 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 هذا حبيبي هذا شو تسمونه الاكل هذا؟ صالونه ها؟ صالونه صالونه وجيجك صار بعد ليه مو كرسي والفتريات مسوي على طيور عبا زايد ورجيك والله ان شاء الله
شوي والله نفسي ما قم والله من الصعيد شوي الحياه انت تالي تالي صاير ما ادري بعدين انت ما تقدر تخلي هذه خاطر مجد والله لا حقك والله لا حقك لين يوم يبعث تكسر الخوارج هاك دغيت جد الله عليك ابو ناصر ما شفت ولا بغبغاء تهرج هرجت بغبغاء هذا ما هو بس ما بغبغاء الله عليك ابو ناصر هيا ليش الشوط الثاني بعد بالرويه في العاده بعد بالرويه متى شوط الرويه يمكن يجي تعادل يمكن ما في ركلات ترجيح بعد ويسي خليك ليه زودوكم حطب حي والله من ذا فعله هذا بتاكل هضه وما باخذ عشان هاي والنعم اكثر انسان يبقى قبلي انسان لكن منصف إذا عين له شيء زين امدح لا والله لما كرهت امدح لا والله خصوصا حبة الكبدة الكبدة هي زينة كبدة طعم كبدة بس محلي خصوصا والله ما قصها ما حد جاء لها أحلى من طعمه وش اللي جاء لها أحلى من طعمه ما حد شدف وأنت ايش عندك أنت مسوي مقدم بقرة اصبر ارحم ها والله يطيرك من حشرة ها من عند هي من عند امك من عند امك توتي نستاذ توتي توتي والله حرام عليك شو اسم امك شو اسم امك شو اسم امك شو اسم امك حتى هي امنا ياكل ونعم عشان كذا جاب الطيرين تدري ان الحق على اي واحد عذرينا يا معاير يا خاله ولدس شيء استخبى هاي ما شايف الطيور الا عشان شلوا الخبز وشلوا انا دريت اصحون انا بغسل وجهي اساد اثنين واحد الحمد واحد الموج ايه حي عين والله لا تجونها لك السريع شاف ثم طاري الصيد الحياه المبسط اقول واجد سيف الله هي بيض وجهك يا خال بسلك يقولون والله ترى ايش دخل ما في وجهك اساد طير وبناكله ما يعني وش اللي يجعله يعله يعني يجعله احلى من طعمه اتحداك السحابه وش اللي يجعله احلى من طعمه جميع قواميس احس الجمله المفيده يجع وليس يقصد ما يجوز والله تكنون ديور عطاطي تكنون ديور دي يجع له احلى من طعمه الهوادي هذه اكله ده والله مدوق يجع لي كلاها تدري متى يجع له على نهايه البلد انت طعمته باب مفتوح حلو يجع له الريش تمجين الريش موجود يجع له عافيته احلى من طعمه هذه كلمه هذا اللي نعرفها والله لا شك بطنك وهذا اللي فيها معنى اصلا لها معنى اختصارها جعله عافيه وبس لا اكتشفت انه امر صحيح يعل عافيته احلى من طعمه يعله ألذ من طعمه يعله ألذ من طعمه وش هو اللي ألذ من طعمه فكر في الكلمه لا صدق شقران يقول يعله احلى من طعمه احلى من طعمه لكن ما فيها ما لها معنى كيف شقران يعله احلى من كيف شقران يا ولد انت زعلان انت تنتقم بالكلام ماني بزعلان يا انت هذه اللغه العربيه الفصحى خلاص يا النصوص هذا اللعب تخصصي خلاص لا بس فكر فيها يعله ألذ من طعمه وش هو ألذ من طعمه الله يقطع بي حمد يا شو اسمه الملاش على قولتكم والله شوف يعني هو الحقيقه يعني ورا بالعطاء ان شاء الله انك يعني لا يكون ان شاء الله يعني البقاده الحشك من طعمه يعني الحقيقي يعني موجه عبره يا عل عافيته احلى من طعمه ولا ملح كذا جهز لك ملح ملح يا عل عافيته هو بملح عافيته يعني عافيته عافيه العيش اي واحد شوي واحد قلي قال له والله والذي نفسي بيده لا شوف احد جايها اي ما لها معنى الكلمه يعله احلى من طعمه المهم انه يعله احلى من طعمه اي وش غصب هي يعني ولا كيف ها غصب هي ولا كيف اي غصب عندك وجهه نظر اخرى اي عندي وجهه نظر ما خاطئ الكلمه لا مو خاطئ هذه وجهه نظري لا مو خاطئ الحين خلي شقراني يدخل من باب القريه كيف بخاطئ فسر لي طيب ام الشعير وش يدخل عليك خلاص بخاطئ ليه ابيك تناقشني ليه ابي كلمتي ليش تخربها والله ما حد ابيك تناقشني في الكلمه تقول لي يعله احلى من طعمه وكلمه صحيحه يعلو هلد جاهز تناقشني فيها ترى هي ترى شطحه طلع اسالك ترى. سؤال جاهز تناقشني فيها اي جاهز تعال جنبي هذا تعال تعال هذا كوفي شروح اجيبك هنا عجيب تعال اسمع تعال انت مو كم دشنت عمل انت كم انت ها كم دشنت كم شو تعال تعال جنبي بس عموما شوف انت مو على كل شيء تدقق غلط انك